السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق شاكر، برحب بكم في المحاضرة الخامسة من كورس المصطلحات القانونية اللي بنقدمه على قناتكم قناة عالم المعرفة. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا وفي الفيديو التعريف اللي بيوضح برنامج الكورس، ان المحاضرة الخامسة دي هتكون المحاضرة اللي قبل المحاضرة اللي هنبدأ فيها التدريب العملي. يعني احنا هنبدأ التدريب العملي بعد المحاضرة السادسة، فالخمسة هي قبل الأخيرة قبل ما نبدأ التدريب العملي. فأتمنى أنكم تتابعونا علشان تحققوا أقصى استفادة. وبسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا النهاردة، واللي هتكون عن المصطلحات البنكية والتجارية، اللي هي commercial and banking terms. commercial يعني تجاري، and banking terms، والمصطلحات دي هي اللي أنا هحتاجها لو أنا بترجم حسابات بنكية أو ميزانية شركة أو عقود تأسيس شركة أو قروض أو خلافه أو أي حاجة تندرج تحت البنود والشركات والعمل التجاري، هلاقي قدامي commercial and banking terms. وأول مصطلح معايا أو هيقابلني هو lease of land and building. lease of land and building ومعناه عقد إيجار مباني أو أراضي. land طبعا أراضي، building هي المباني. تاني حاجة formation business. formation of business. formation of business. formation of business ودي معناها تأسيس كيان تجاري. يعني أنا لو هعمل عقد تأسيس كيان تجاري يبقى contract أو a contract formation of business أو formation of business contract. وعندي partnership 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 ودي شراكة مش شريك، عملية الشراكة نفسها هي اللي اسمها partnership. بعد كده عندي capital 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 على المستوى التجاري بتترجم رأس مال، إنما ممكن نترجمها عاصمة، يعني عاصمة في الترجمة العادية العامة، إنما لو على المستوى التجاري هتترجم رأس المال أو رأس مال المشروع capital. بعد كده real estates real estates real estates real estates ودي معناها عقارات. بعد كده عندي take out a loan. take out a loan أو to apply for a loan. to apply for a loan معناها يتقدم للحصول على قرض، ان انا بقدم طلب للبنك ان انا اخد قرض. وكلمة loan معناها قرض، كلمة loan بس معناها قرض. والبنك بيعمل حاجة، يا اما reject ان هو يرفض، يا اما approve اللي هو يقبل. approve a loan يبقى البنك قبل ان هو يديني قرض. approve a loan approve a loan. وكلمة approve هتلاقونا قايلينها في المحاضرة الثالثة، موجودة approve و reject. بعد كده عندي landlord 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 مالك الأرض. landlord landlord اللي هو صاحب الأرض، مالك العقار نفسه landlord، لأن الأرض قلنا هي عقار وليست منقول، والفرق المحاضرة اللي فاتت ميزنا من العقار والمنقول. بعد كده عندي guarantee 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 ودي معناها ضمان guarantee. بعد كده عندي كلمة أو مصطلح bank account. bank account دي معناها حساب بنكي، ومنها كلمة accountant accountant ودي معناها محاسب، وأظن إن هي معروفة ومش محتاجة إن احنا نكتبها. bank account حساب بنكي وaccountant محاسب. وعندي bank statement دي معناها كشف حساب بنكي، إن أنا بقدم لك كشف الحساب بتاعك اللي انت سحبته واللي انت اودعته والبنك وانت سحبت كام ولسه قاعد في رصيدك كام. وعندي balance 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 ودي معناها رصيد بنكي، ده لو هتترجم في مع المستوى التجاري. ممكن تترجم رصيد عادي، اي رصيد من اي نوع من الانواع balance برضو. وعندي deposit 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 ودي معناها يودع او الوديعة نفسها، اقدر اقول عليها deposit ديبوزيت. في حاجة أنا حابب أنبه عليها في المصطلحات دي، في المصطلح الثالث معايا اللي هو arrears، ودي معناها متأخرات. arrears متأخرات، إنما يسمح أو يفاوض أو يخول ده authorize، وأنا شرحه في المحاضرة الثانية، فدي عذرا خطأ غير مقصود مني أنا. وعندي account manager account manager مدير حسابات. وaccrue
تراكم أكرو، تراكم تراكم أكرو، ودي بتتقال لما يبقى عندي مثلا أقساط متأخرة متراكمة أكرو تراكم، وعندي أريرز قلنا متأخرات، كومبيتيتيف 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 ودي معناها تنافسي، كريديت هيستوري كريديت هيستوري كريديت هيستوري ودي معناها سجل ائتماني، ديفولت 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 تخلف عن سداد دين او قرض او تخلف عن اي حاجه، بس هي لو في على المستوى البانكينج او على المستوى الاقتصادي بتبقى ديفولت ان هو تخلف عن سداد دين او قرض. انستالمنتس 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 ودي معناها تقسيط او اقساط او قسط، انستالمنتس. وعندي انترست 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 ودي معناها فائده، ومنها interest rate وهو معدل الفائدة، يعني مثلا interest rate مثلا 5% يعني يبقى interest rate اللي هو معدل الفائدة 5%. يبقى تاني arrears معناها متأخرات وليس يسمح أو يفوض أو يخول، إنما يسمح أو يفوض أو يخول معناها authorize، ومنها authorization تفويض أو تخويل، وهتلاقوني شارحها في المحاضرة التانية، وبعتذر لمرة تانية على الخطأ ده. وعندي مصطلح current account current account current account وده معناه حساب جاري، current account current account الحساب الجاري ده في البنك اللي هو بتسحب وتحط فيه وتستقبل منه في أي وقت، ده اسمه حساب جاري. bill 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 ودي معناها فاتورة، او ممكن برضو تترجم على انها مشروع قانون اللي هي المسودة بتاعت القانون الاولية قبل ما القانون يتشرع ويتوافق عليه ويصدر، لو صدر بيبقى اسمه legislation تشريع، انما وهو في مرحلة الاعداد ممكن يبقى اسمه bill او bill برضو تترجم فاتورة. بعد كده عندي في ودي معناها مصاريف او اتعاب، وعندي applicant وstatement والاثنين معناهم استمارة او كشف، applicant applicant statement. وعندي transfer 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 money يبقى تحويل فلوس، يبقى transfer دي معناها تحويل، withdraw 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 دي سحب فلوس من البنك، ان انا اسحب فلوس من حسابي في البنك اسمها withdraw. overdraft دي ان انا عديت، يعني مثلا ليا 1000 جنيه انا سحبت 2000 ابقى overdraft، ان انا عديت حسابي او عديت اكتر من حسابي في البنك، وده في الكرنت اكاونت مسموح ان انا اسحب اكتر من حسابي، overdraft 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 يبقى انا عديت حسابي في البنك. بعد كده charges 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 مصاريف استخدام حسابك، حسابك ده في البنك ايا كان نوعه بيبقى عليه زي مصاريف او عليه ضريبة استخدام، الضريبة دي هي اسمها charges charges. بعد كده insolvent 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 معناها معسر او مفلس او يعني ضاقت عليه، افلس، والافلاس ده نظام تجاري بحت، واللي دارس قانون هيبقى عارف ان القانون المدني ما فيهوش حاجه اسمها افلاس، الافلاس هو نظام يطبق على التجار حتى لو المعامله بين تاجر ومدني، الافلاس نظام يطبق على التجار فقط. يبقى الافلاس ده هو نظام يهدف الى تصفيه اموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجاريه، ديونه التجاريه فقط التي تتم بمناسبه ممارسه عمله التجاري وليس ديونه المدنيه، لان المدني او الشخص المدني اللي هو مش تاجر اللي ما تنطبقش عليه صفه التاجر ده ليه نظام الاعصار وليس الافلاس، يبقى الافلاس خاص بالتجار فقط، والكلام ده تدرسه في ماده القانون التجاري، الافلاس نظام خاص بالتجار يهدف الى تصفيه اموالهم وتتم عن حاجه اسمها التفليسه، بيدخل فيها كل من هو دائن للتاجر بدين مدني، وبتصفى الاموال، بيكون في شخص اسمه امين التفليسه مسؤول عن تصفيه الاموال او التصرف فيها، وبيكون ايه التاجر متوقف عن دفع ديونه التجاريه، انما المدني ليه الاعصار وليس الافلاس. بعد كده عندي open the account with، هي سهلة بس هي الفكرة انا جايبها علشان حرف الجر with
ان انا لا عايز افتح حساب في البنك الفلاني بقى اسمها اوبنز اكاونت وذ ناشونال بنك مثلا مع البنك الاهلي. ميرجر ميرجر ميرجر، ودي معناها دمج 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 يعني ميرجر. بعد كده سولفنت سولفنت سولفنت، ودي معناها موسر او غني، عكس انسولفنت اللي احنا قلناها معسر. وعندي كريدت 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 معناها رصيد زي بالانس، ومعناها توثيق لو انا هترجمها على اي مستوى غير التجاري توثيق، ومعناها برضو ائتمان زي كريدت كارد بطاقة ائتمان. وقبل ما نختم حلقتنا النهاردة كان في طلبات ان احنا ننزل شرح لمواد الكلية. طيب احنا هننزل شرح فعلا لمواد الكلية وده اعلنا عنه قبل كده، بس ياريت تسيبولنا في وصف في الكومنتات تحت المواد اللي انتوا عايزين نركز عليها في الشرح، لانه هيكون صعب نشرح كل المواد. اكتبولنا المواد اللي انتوا محتاجين لها شرح واي جزئية فيها، او مثلا فرقة كذا المادة كذا، عشان نعرف نشرح اي جزء في المادة دي. وتاني حاجة هتلاقي لينك المحاضرات اللي فاتت ولينكات حاجات تاني فين في وصف الفيديو تحت. وبكده تكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نقدر نستمر بتقديم كل ما هو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.